استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفه نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده السيده هيلين كلارك مديره برنامج الامم المتحده الانمائي وذلك بمناسبه مشاركتها بمنتدى حوار المنامه. وخلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا الاقليميه والدوليه حيث اشاد سموه بدور برنامج الامم المتحده الانمائي في مشاريع التنميه وبالتعاون القائم بين البرنامج ومملكه البحرين. من جانبها شكرت مديره برنامج الامم المتحده الانمائي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء على استقباله معبره عن سعادتها بالمشاركه في حوار المنامه وبمستوى التعاون القائم بين برنامج الامم المتحده الانمائي ومملكه البحرين